وقد حملت أسرة أبو أنس الليبية السلطات الأمريكية مسؤولية وفاة ابنها. وقال أحمد نزيه أحد أبناء أبو أنس الليبي في لقاء سابق مع الجزيرة مباشر إن الأمريكيين الذين سجنوا والده ومنعوا ذويه من زيارته أهملوا تقديم العلاج لوالده بعد العملية وتسببوا في وفاته. بإذن الله بالعدالة الدولية اللي هم يعتقدوا بها عدالة حتى نوريه حتى أنا بالعدالة الدولية تو نجيبكم، مش هي عدالة. ما في ولا واحد يقول أنا بوي المفروض نزوره وهذه هم سلبوها حقه وهم اللي قتلوه. والله إلا هم اللي قتلوه، الله هم اللي قتلوه، هم اللي أهملوا في صحته. أما بعد ما يفيق من الغيبوبة بيومين يردوا للسجن. سجن شني وسجن شني سجن يا ريت معتنين بي صحيا. صح يوم ما اتصل بينا يقول والله ما قدرت نتصل بيكم، والله قال غير باش نطمنكم اني ني حي. لكن وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون. نزيه أحد أبناء أبو أنس الليبي في لقاء سابق مع الجزيرة مباشر إن الأمريكيين الذين سجنوا والده ومنعوا ذويه من زيارته أهملوا تقديم العلاج لوالده بعد العملية وتسببوا في وفاته. بإذن الله بالعدالة الدولية اللي هم يعتقدوا بها عدالة حتى نوريه حتى أنا بالعدالة الدولية تو نجيبكم، مش هي عدالة. ما في ولا واحد يقول أنا بوي المفروض نزوره وهذه هم سلبوها حقه وهم اللي قتلوه. والله إلا هم اللي قتلوه، الله هم اللي قتلوه، هم اللي أهملوا في صحته. أما بعد ما يفيق من الغيبوبة بيومين يردوا للسجن. سجن شني وسجن شني سجن يا ريت معتنين بي صحيا. صح يوم ما اتصل بينا يقول والله ما قدرت نتصل بيكم، والله قال غير باش نطمنكم اني ني حي. لكن وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون.